عسلامة ومرحبا بكم، معكم صديق زندوبي. اليوم شفتكم اكسبيرونس جديدة هي التحكم في آلات عن طريق الريموت كنترول تيليكوموند تاع التلفزيون. اي تيليكوموند تنجمو تصب معناتها بروجرام في الاردوينو، حتى في الميكرو كنترول تصب بروجرام تاعك و بعد كوموندي بيه موتورات ليد، معناتها اي حاجة تحب تكوموندي بها في دارك، ولا معناتها اي حاجة روبو ولا موتورات كيما قلت لك تهز، اي حاجة تحب تكوموندي بها عن طريق الريموت كنترول. اليوم باش نشوفو 3 بروجي دون 3 اكسبيريونس، تحكمو بالار جي بي ليد ار جي بي، تحكمو في افيشور 3 سيجمون احسن معناتها من 0 ل 9 من 9 ل 0، وباش تحكمو في موتور اكورون كونتينيو في دو روتاسيون، وهذا كل عن طريق الريموت كنترول. كما قلت لكم ناخذ اي كوموند، اي كوموند نتاع تلفزيون ولا نتاع راديو ولا اي كوموند، نصبو بروجرام في الميكرو كنترولور هو في الاردوينو. دونك الاردوينو فيهم برشا اردوينوات، نصبو بروجرام في الاردوينو ومن بعد الاردوينو هي اللي باش تعمل كوموند نتاع الاكسبيرونس اللي شفناه من الكل. كل ما ننزلوا كيما هكا ننزلوا على البوتون اي توش، هنا ليد 13